خير وبركة في ثاني يوم من هذا الشهر الفضيل، في ثاني يوم من هذا الإبداع المتواصل بالنسبة للملعب الإسباني. اليوم في قمة أخرى قادمة في هذا الملعب الكبير، ونشهد هذه المباراة النهائية بين السلام وبين اليوث. اليوث لا جديد يذكر، نشاهده يحضر في نهاية القمم التي تدار هنا في ملعب الإسباني، لذلك نطلب من الحضور من أجل الوقوف إجلالا واحتراما لعزف النشيد الوطني العراقي. الحلم أصبح حقيقة يا شباب. شكرا لمدينة خنفارة، عندما عزف النشيد الوطني وعندما جاء النشيد الوطني في هذا الملعب، الجمهور الذي وقف إجلالا واحتراما، شكرا لكم من القلب. أذكر هذه الكلمات استاد هذا الملعب الكبير، بالإضافة للدماء الجديدة اللي نشاهدهم لأول مرة يصلون المباراة النهائية. اليوم السلام من مدينة خنفارة الحاضر بأسماء كبيرة، وفي حارس رهيب الحاضر في هذه المباراة. أصدقائي المشاهدين، أترك الكلمة للحكم زين العابدين ومصطفى، وبعد ذلك نعود لإكمال الدقائق من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أصدقائي ألقي التحية على مسامعكم الكريمة والحضور الكريم هنا في استاد الملعب الإسباني بصافرة الحكم الأول مصطفى، من أجل إعلان بداية هذه المباراة النهائية في هذه الأمسية الجميلة، أمسية رمضان المبارك. أنا ذكرت قبل قليل اليوم الثاني على التوالي من هذا الشهر الفضيل، أعاده الله عليكم بالسعادة وبالأمان وبالسعادة الدائمة، نقولها من منصة التعليم من أجل أن تكون هذه المباراة في أجواء جميلة رمضانية من طراز جميل وفاخر في استاد الملعب الإسباني. كل التوفيق للجنة المنظمة، وكذلك كل التوفيق لطاقمنا الجميل بقيادة الأول مصطفى محمود والثاني زين العابدين. مصطفى محمود وزين العابدين هم أحد لاعبي وعناصر فريق البرق العبيد، لاعب خط وسط هو زيوني، ولا يلعب الظهير الأيمن أو نعم الظهير الأيمن، أتحدث عن فريق البرق. اليوم مصطفى محمود حاضر بقيادة الكبير البرق بقيادة حيدر عبد الحسن، شكرا لحيدر عبد الحسن الذي خلق أو الذي صنع جيل جميل بالنسبة للبرق العميد. كور أول في الدقائق الأولى لمصلحة اليوث بأقدام الرقم 99 سجاد حسين، يسجل أولى أهدافه في الدقائق الأولى من هذا الشوط الأول. دعنا نقول التشكيلة يا سجاد، دعنا نلقي التشكيلة يا سجاد، دعنا نتحدث عن التشكيلة يا سجاد. أنت مستعجل، أنت تريد الفوز، أنت تريد أن تأتي بانتصارات في الدقائق الأولى ومن أجل أريحية في الدقائق الأولى. هكذا جاءت البداية وجاءت الاستجابة من اللاعب سجاد. Because